Ander Herrera. بالفعل مشكلة كبيرة للاعب، كان عنده انذار. قرار قاسي جدا، ما فيهاش نقاش، بطاقة حمراء. كرة في المرمى، جول! غير معقولة هذه التسديدة من هذه المسافة، أي دقة وأي استثناء، قرار جريء واختيار سليم يا اللاعب. هدف متميز حقيقة، هدف من كرة مباشرة دخلت في المرمى، من الطبيعي جدا أن يأسف حارس المرمى.